أجواء ربيعية تخللها عرض للمنتجات المتنوعة التي صنعت بأيادي شبابية إبداعية تحاول إيصال ما صنعت ورسمت وتفننت إلى المهتمين لغرض دعمهم وتمكينهم لا سيما اقتصاديا. احتضنت عمالة المعهد التقني الناصرية اليوم معرض لتجسيد صمود المرأة الفلسطينية وجهاد المقاومين الفلسطينيين، وتمثل عملية طوفان الأقصى ضد العدوان الإسرائيلي. كذلك تم عرض منتجات لرسوم وكتب ومواد غذائية ومواد منزلية وورود، كلها تشارك في هذا المعرض. محاولة استثمار الأجواء الربيعية وقرب فترة الربيع والجو حلو يعني حاليا، فاستثمرنا أنه شجعنا الطلاب على الترويج للمنتجات اللي يعرضوها الفتيات والشباب هنا، تشجيع أيضا لصفحاتهم ومتاجرهم الإلكترونية، وأيضا التركيز على القضية الفلسطينية من خلال اللوحات اللي قامت يعني المسؤولين عن تنظيم المعرض والبازار مشكورين ببذل جهود للتنسيق وإعداد هذه اللوحات. هذا وقد شارك في بازار الربيع الذي عقد في رحاب معهد الناصرية التقني بالتعاون مع فريق ازرع لوطن أجمل 40 مشتركا بحضور عدد من الأساتذة والطلبة والمهتمين لهذه النشاطات الشبابية. اليوم عندنا أكثر من 40 مشاركة في البازار، وأيضا أكثر من 20 لوحة رسم. هذا المعرض يخص دعم القضية الفلسطينية. نتمنى من الكليات والمعاهد الاستمرارية في دعم هذه المواهب والطاقات من خلال احتوائها على هذه البازارات ودعمها للطاقات. أيضا احنا كفريق مستمرين في هذه الفعاليات، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. طبعا احنا شاركنا مركز منار للفنون عدة أعمال مساندة للقضية الفلسطينية، وإحنا أنا ومجموعة من الجروب مالتي عندنا مجموعة هاي من الأعمال المعرض. نتمنى بأن يكون هيك مشاركات للشباب، دعم للشباب، أشياء يعني هاي شوف تتوفر هاي الأجواء الحلوة. وصل عدد من المشاركين من خلال دورهم في هذه البازارات وغيرها إلى تحقيق جزء من طموحاتهم، ولا يزالون مستمرين. لبرنامج يوم جديد على الهادي، ذي قار. إذن مشاهدينا، آخر فقرة